بالتنسيق من طبيعة الحال مع إخوان أعضاء الجمعية باش نوزعوا واحد باقة الورد على جميع الأطباء والممرضين وكذلك جميع كل من يشتغلون هنا بمستشفى وحتى الأمن الخاص. وهذا توزيع هذا الورد جاء بناء على الاعتراف على المجهودات ديال المجبر اللي كيقوموا بها تجاه الآخرين لأنهم يخاطرون بأنفسهم ومن أجل مصلحة الآخرين. الشكر الموصول لكل من يساهم في هذه المبادرة الطيبة والمبادرات التي تحد أو التي من أجل احتواء فيروس كورونا. شكرا لكم وتحية والسلام عليكم. احنا اليوم في مستشفى محمد الخامس بمدينة الجديدة كانت مبادرة للجمعية هي أننا نقدموا واحد باقة ورد وكعربون محبة واعتراف لهاد الناس الأطر الطبية وكاع الناس اللي كيشتغلوا في المستشفى لا من الأمن الخاص لا من الناس النظافة كل شيء اللي مجندين في هاد الظرف اللي حساس اللي كدوز منا البلاد ديالنا. الغرض ديالنا من هذا هو أننا نعترفوا لهاد الناس بالمجهود ديالهم ونشجعوهم باش يجتهدوا باش يتابروا أكثر ويضحيوا من أجل هاد الناس المرضين بهذا الوباء. الله يوقينا ويقينا جميع المسلمين منه. أحرار ما شبه الفنوى متنسق لدي وحما منت متدى وحما عيش في الأوطان لأولى عنوان لأكل جنان ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.